السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي بناتي طلاب الصف السادس الابتدائي، معاكم مع مادتكم الجميلة مادة الرياضيات. تعالى كده نشوف مع بعض. إحنا النهاردة هناخد الوحدة التاسعة، النسبة وتطبيقاتها، المفهوم التاني تكوين نسب متكافئة. طيب تعالى نشوف يعني إيه نسب متكافئة. هي نسب لها نفس القيمة بعد وضع كل منها في أبسط صورة. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف مثال توضيحي. دلوقتي حبايبي بيقول لي هل النسب 9 على 27 و3 على 9 و5 على 15 نسب متكافئة أو لأ؟ هعمل إيه؟ هاخد كل نسبة من دول أوصل بيها لأبسط صورة وأشوف القيم بتاعتها متساوية ولا لأ؟ طب تعالى كده نشوف أول نسبة. 5 وال 15 هنا أحدهم 5، يعني هيبقى له الاسم على إيه؟ على 5. فلما أقسم 5 على 5 فيها الواحد و15 على 5 فيها الثلاثة يعني تساوي 3. طب النسبة الثانية 3 على 9. نقسم على الثلاثة فوق وتحت. 3 على 3 فيها الواحد و9 على 3 فيها الثلاثة يبقى 3. وال 9 على 27، احنا ال 27 هنا بتقبل الاسم على ايه؟ ال 27 بتقبل على الاسم على 9. يبقى نقسم على 9 فوق ونقسم على 9 تحت يبقى الناتج يساوي 3 برضه. معنى كده ان ال 9 على 27 هتساوي ال 3 على 9 هتساوي ال 5 على 15 وكل منهم بيساوي الثلث، يبقى هقول له نعم النسب دي نسب متكافئة. يبقى النسب المتكافئة لها نفس القيمة بعد وضع كل منها في أبسط صورة. خد بالك كده، تعالى افكرك، النسب ما كانتش بتتغير او الكسر ما كانش بيتغير قيمته لو كنت ضربت البسط والمقام في نفس العدد او قسمت على نفس العدد. بيقول لي هنا لتمثيل النسب نستخدم، عندي هنا حاجتين، اول حاجه جدول النسب، تاني حاجه المخططات الشريطيه. طيب تعالى كده مع بعض نشوف السؤال اللي عندنا. إذا كان سعر كيلو جرام من الموز 8 جنيهات فما سعر 4 كيلو جرام؟ وإذا دفعت 40 جنيها فما عدد كيلو جرامات من الموز التي اشتريتها باستخدام طبعا جدول النسب؟ نرسم جدول النسب هنا وهو هيدوني جاهز، وهنا بيقول لي أكمل بقى الجدول، عندك هنا عدد الكيلو جرامات فوق والسعر بالجنيه إيه تحت، وهنا قال لي الكيلو جرام الواحد بكام؟ بتمانية جنيهات. طب ال 4 كيلو، تعالى كده نشوف الاول احنا هنستخدم النسب المتكافئه، الواحد بقت 4 اتضربت في كام؟ في 4. يبقى هنضرب تحت في 4 هيساوي كام؟ هيساوي 32. طيب تعالى نرجع بقى للايه، للنسبه الاساسيه اللي عندي، ال 8 بقت 40 ضربتها في كام؟ في 5. في 5 يبقى 1 في 5 بخمسة. طب تعالى كده نكمل، تعالى نشوف الاسئله اللي هو عايزها. بيقول لي سعر 4 كيلو جرام من الموز، ال 4 كيلو جرام من الموز بكام؟ ب 32 جنيها. يبقى نكتب هنا 32 جنيها. طب اذا دفعت 40 جنيها فان عدد الكيلو جرامات من الموزه التي اشتريتها، انت اشتريت هنا كم كيلو جرام؟ 5. يبقى 5 كيلو جرام، ده كده كان جدول النسب. تعالى بقى نشوف باستخدام المخططات الشريطيه مع المثال ده. اذا كانت النسبه بين عدد الاولاد الى عدد البنات في احدى الفصول 5 الى 3 فما عدد البنات اذا كان عدد الاولاد 20 ولدا باستخدام المخططات الشريطيه. عندك هنا المخطط الشريطي للاولاد، انت عندك هنا عندك كام ولد؟ 20 ولد. 20 ولد والنسبه بتاعتهم كام هنا؟ 5. طب تعالى كده نجيب الاول قيمه الجزء الواحد. لما هقسم ال 20 على 5 قيمه الجزء الواحد، مش انت عندك هنا 20 ولد والنسبه بتاعتهم 5، يبقى الجزء الواحد اللي هو في النموذج اللي احنا اللي موجود ده هيساوي كام؟ هقول له 20 على 5. على 5 هيساوي 4، يبقى طبعاً. كل مربع صغير من دول بكام؟ باربعة. باربعة. كتبت هنا انت قسمتها لخمس اجزاء لان الاولاد النسبة بتاعتهم 5. طيب البنات هقسمها لكام جزء؟ البنات هقسمها لثلاثة. ثلاث اجزاء، كل جزء بكام برضو؟ باربعة. باربعة، لان احنا قلنا قيمة الجزء الواحد هيساوي ايه؟ اربعة. اربعة. طب تعالى كده هنا اربعة في خمسة بيساوي ايه؟ 20. عندك 20 ولد، لكن بص البنات الجزء الواحد باربعة، هما النسبة بتاعتهم ثلاثة، عشان كده عملنا ثلاث اجزاء، ثلاثة في اربعة بكام؟ ب 12. ب 12، يبقى عدد البنات هيساوي 12 بنت، جت منين ال 12؟ ضربنا كام في كام؟ ضربت الاربعة في ثلاثة. اربعة في ثلاثة. سؤال الطالب بيقول لي إذا كانت النسبة بين عدد الأولاد إلى عدد البنات في إحدى الفصول 3 إلى 4 فما عدد البنات إذا كان عدد الأولاد 30 إيه؟ ولدا باستخدام المخططات الشرطية. مستنين إجاباتكم أسفل الفيديو في التعليقات. تعالى بقى بص معايا كده. هنا بقى إحنا هنستخدم حاجة تانية. بيقول لي أكمل الأعداد الناقصة على خطوط الأعداد المزدوجة.
يعني الشكل اللي قدامك ده اسمه خطوط الاعداد المزدوجه. تمام؟ التاليه لتكون اربع نسب متكافئه، خد بالك نسب متكافئه اهي، يعني الاثنين على خمسه دي نسبه والاربعه على 10 دي نسبه. تمام؟ طيب تعالى بقى يلا كده معايا. تعالى كده نشوف بقى احنا هنحل ازاي. يلا النسبه الاولانيه 2 على 5. ادي 2 على 5 دي النسبه الايه؟ الاولانيه. بقت كام؟ بقت 4 على 10، يبقى ضربنا فوق في كام وتحت في كام؟ ضربت فوق في 2 وتحت في 2. تمام؟ تمام. طيب تعالى كده بص معايا، حط ايدك على النسبه الاساسيه وكون نسبه مكافئه ليها. تعالى نضرب في 3 فوق و3 تحت. ماشي. يبقى 2 في 3 ب 6. و5 في 3 ب 15. يلا نضرب في 4 فوق ونضرب في 4 تحت. تمام. 4 ب 8. و5 في 4 ب 20. طيب تعالى كده نضرب مثلا في كام؟ في 6 فوق و6 تحت. الاثنين في 6 ب 12. او 2 في 5 وايه؟ احنا ضربنا في 4 الاول، يبقى نضرب تمام. في 5، 2 في 5 بكام؟ ب 2 في 5 ب 10. و5 في 5 25. 25. يلا تعالى نكتب بقى النسب، انت عندك هنا 2 الى 5 تساوي كام على كام؟ 4 الى 10. ادي 4 الى 10 هتساوي 6 الى 15. 6 الى 15 هتساوي 8 الى 20. 8 الى 20 اخر حاجه بتساوي كام؟ 10 الى 25. 10 الى 25. خد بالك كل ده من النسبه الرئيسيه اللي هي 2 الى 5. مثال 5 بيقول لي تحتاج سيارة 20 لترا من البنزين لقطع مسافة 180 كيلومتر، ما عدد اللترات التي تحتاجها السيارة لقطع مسافة 90 كيلومتر باستخدام خط أعداد مزدوج؟ رسم لي خط الأعداد المزدوج وأنا عايز عدد اللترات. تمام، أنا عندي النسبة الأساسية اللي عندي 100 و180 تمام كده؟ إلى إيه؟ إلى 20. المسافة تمام، أنا عندي هنا المسافة 180 و90، ال 180 بقت 90، لما ايه اللي حصل؟ قسمنا على 2. تمام. يبقى ال 20 برضه هقسمها على كام؟ على ال 2. 20 على ال 2 فيها كام؟ فيها ال 10. يبقى هنا عدد اللترات هيساوي 10 لترات. سؤال الطالب بيقول لي باستخدام خط اعداد مزدوج المقابل سعر 3 اقلام يساوي كام جنيه؟ مستنيين اجاباتكم اسفل الفيديو في التعليقات. تعالى بص معايا كده للسؤال ده بيقول ايه؟ حدد النسبة المكافئة للنسبة 4 إلى 6 مما يلي باستخدام عمليتي الضرب والقسمة. تمام؟ تعالى كده طب نشوف النسبة اللي عندنا، طب يلا معايا. دلوقتي حبايبي النسبة الأساسية اللي عندي 4 إلى 6، طب هو النسبة اللي هو عطشاني اللي هو عايزني أشوفها بتساوي الـ 4 على 6 كام؟ 2 على 3. طب هعمل إيه؟ بص حبيبي هعمل مقص زي ما كنت بتعمل في أكبر وأصغر، هضرب الـ 2 في 6 بـ 12. تمام كده؟ لو الرقمين بعد ما اعمل المقص طلع الطرفين متساويين يعني الجنب ده قد الجنب ده هقول متكافئين. طب تعالى نشوف ال 2 في 6 ب 12 وال 3 في 4 برضه ب 12. معنى كده ان ال 12 تساوي ال 12 يعني دي كده نسب متكافئه. ال 12 تساوي 12 يبقى النسب دي نسب متكافئه. يبقى هنا احط هنا يساوي واقول له نسب ايه؟ متكافئه. تمام. طب تعالى كده نشوف الجزء الثاني، السؤال الثاني. بيقول هنا النسبة 6 إلى 8، تعالى نقارنها كده بال 4 على 6 ونشوفها متكافئة ولا لا. طيب زي ما عملنا كده عدلنا هنا ال 4 على 6 خليناها 4 على 6 وال 6 إلى 8 خليناها 6 على إيه؟ 8 ولا نعمل مقصات مع بعض؟ هنضرب كام في كام؟ هضرب ال 6 في 6. 6 في 6 بيساوي كام؟ 36. طيب وهنا 8 في 4 بتساوي؟ 32. هل دول متكافئين؟ لا. يبقى أقول له إيه؟ غير متكافئة. وهعمل علامة لا يساوي. يبقى هنا هحط ايه؟ علامة لا يساوي. سؤال الطالب بيقول لي حدد النسبة المكافئة للنسبة 3 إلى 5 مما يلي باستخدام عمليتي الضرب والقسمة. أول سؤال عندي 5 إلى 7، تاني سؤال 6 إلى 10، مستنيين إجاباتكم أسفل الفيديو في التعليقات. وبكده حبايبي نكون انتهينا، وأتمنى إن أنتم تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.